الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. مصر تؤكد أن الهدنة الإنسانية في غزة سارية لليوم الثالث دون عوائق بفضل جهود مكثفة بالتعاون مع قطر، وتعلن تسلم قائمة ب13 إسرائيليا و39 فلسطينيا من المقرر تبادلهم اليوم. مدبولي يشهد عبر الفيديو كونفرنس افتتاح 5 أفرع لصيدليات إسعاف 24 بعد تطويرها، ويوجه بسرعة تحديد المواقع المناسبة لتعميم نموذج هذه الصيدليات بجميع المحافظات. ومعكم في أخبار الرياضة، الأهلي يفوز على ميديام الغاني بثلاثية نظيفة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا. الأخبار بالتفصيل. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد غدا والمخصص هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. وأعلنت وزارة الخارجية أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية سوف تجتمع خلال وجودها في برشلونة مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة، إضافة إلى مشاركة اللجنة في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط. من ناحية أخرى، يتوجه شكري بعد غد الثلاثاء إلى نيويورك، حيث سيشارك مع أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة الدورية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي قررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقدها على المستوى الوزاري للتعامل مع تطورات الوضع في قطاع غزة. أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة سارية دون عوائق لليوم الثالث، وهو ما يعود للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر. وقال رشوان في تصريحات له إن هذه الجهود المشتركة أسفرت عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها أمس والعودة لتطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصر تسلمت اليوم قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليا، كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيا والمقرر تبادلهم بين الجانبين في ثالث أيام الهدنة. وأضاف رشوان أن مصر واصلت أيضا جهودها لإيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، مشيرا إلى أنه دخلت اليوم وحتى الآن 120 شاحنة، منها 2 محملتين بالوقود و2 محملتين بالغاز والطهي المنزلي ومتجهتين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني. وفي إطار اليوم الثالث للهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يترقب الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إطلاق سراح مزيد من المحتجزين والأسرى وفقا لاتفاق الهدنة بينهما. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إطلاق سراح 13 محتجزا إسرائيليا إضافة إلى 4 تايلانديين. وفي المقابل أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح 39 من الأسرى الفلسطينيين، هم 6 نساء و33 طفلا بموجب اتفاق التبادل. وأكدت الوكالة أن الأسرى المفرج عنهم وصلوا القدس. ومن جانبها أعربت حركة حماس عن تقديرها لمصر وقطر لضمان استمرار الهدنة المؤقتة مع إسرائيل. وفي السياق ذاته أعرب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي جيك سوليفان عن اعتقاده بأنه سيتم إطلاق سراح أحد الرهائن الأمريكيين من قطاع غزة اليوم. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مزارع فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم من للاجئين بوسط غزة. يأتي هذا بينما أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفيي القدس والإندونيسي في قطاع غزة.
ووفق شهود عيان فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين كانوا يتفقدون منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة 3 منهم. كما استهدف الاحتلال عددا آخر من الفلسطينيين أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 4 منهم. هذا ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد حذر في بداية الهدنة، حذر سكان وسط وشمال القطاع الذين نزحوا إلى الجنوب من العودة إلى مناطق الشمال والوسط التي لحق بها دمار واسع. هذا وقد نعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 4 من قادتها، بينهم عضو في مجلسها العسكري استشهدوا في الحرب التي تخوضها منذ أسابيع ضد إسرائيل في قطاع غزة. وأوضحت الكتائب في بيان لها أن من بين الشهداء أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، إضافة إلى 3 آخرين استشهدوا خلال عملية طوفان الأقصى. جدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند دعوته لإطلاق سراح المزيد من الرهائن وتوسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس. وأعرب المسؤول الأممي عن تقديره وإشادته بمصر وقطر والولايات المتحدة لجهودهم الحثيثة لتسهيل هذا الاتفاق، كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها والامتناع عن الاستفزازات أو أي أعمال يمكن أن تؤثر على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، كما حث الأطراف على بذل كل الجهد الممكن للتوصل إلى وقف إنساني ممتد لإطلاق النار والسعي إلى تحقيق مستقبل أكثر سلامة. ومن جانبه أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أكد أن الهدنة الإنسانية الحالية كشفت تفاصيل الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة أمام الجميع. وأكد المتحدث الأممي أن خروج المستشفيات عن الخدمة الواحد تلو الآخر شكل ضغطا أكبر على باقي المستشفيات، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لمياه شرب نظيفة وأغذية وأدوية وأغطية. وأوضح أن فرق الأونروا تمكنت بعد سريان الهدنة من الوصول إلى مناطق الشمال لأول مرة منذ 48 يوما، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج لنحو 700 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات السكان البالغ عددهم نحو 2.5 مليون مواطن. يجيء هذا بينما يتوالى دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وفقا للاتفاق المبرم لسريان الهدنة. وقد أفاد مراسل أخبار مصر بدخول 6 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر المعبر، وأوضح أن الشاحنات تنقل 129 ألف لتر من السولار و80 ألف لتر من الغاز، كما أشار مراسلنا إلى وصول 5 طائرات مساعدات إلى مطار العريش، 3 من قطر وطائرتان من السعودية طائرة من بلجيكا تمهيدا لنقل حمولاتها إلى القطاع. ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت حمولتها أمس في شمال غزة، وذلك من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. لمزيد من المتابعة نلتقي مع مراسل أخبار مصر حمد العربي من معبر رفح أو من العريش. حمد، حدثنا أين أنت وما الجديد لديك الآن؟ تحياتي لك فاطمة ولكل مشاهدي التلفزيون المصري. نحن متواجدون في هذه اللحظات في مدينة العريش، يمكن المساعدات ما زالت متواجدة أمام معبر رفح ويتم دخولها تباعا بعد أن تفرغ الشاحنات التي دخلت حمولتها في المنطقة المحايدة ويتسلمها الجانب الفلسطيني سواء من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني أو الأمم المتحدة والأونروا. يعني قبل قليل خرجت شاحنتي وقود بعد أن تم إفراغ حمولتهما داخل المعبر، بعد أن كان في الصباح دخل ما يقرب من 6 شاحنات وقود كما ذكرت محملة ب 129 ألف لتر من السولار، إضافة أيضا إلى 80 ألف لتر من الغاز لدعم القطاع في احتياجاته من الوقود لإعادة تشغيل بعض المستشفيات التي بالكاد تعمل خلال المرحلة الحالية، إضافة أيضا
إلى بعض المخابز وإمداد بعض المنازل بالغاز المخصص للطهي. يضاف أيضا إلى كل ذلك استعدادات داخل مستشفى العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد لاستقبال عدد آخر من المصابين. التوقعات تشير أنه سوف يكون هناك استقبال لما يقرب من 135 مصابا من المصابين الذين يأتون من عبر معبر رفح من قطاع غزة ويصلون إلى هذه المستشفيات. يمكن الخبر الأساسي كما ذكرت فيما يخص توافد المساعدات هو هبوط ما يقرب من 5 طائرات بمطار العريش الدولي، 3 طائرات من دولة قطر وطائرة من السعودية وطائرة أخرى من بلجيكا، وتم نقل بعض حمولة تلك الطائرات إلى المخازن التابعة للهلال الأحمر المصري هنا في مدينة العريش، وجاري استكمال نقل باقي حمولة تلك الطائرات. ما بين حين وآخر تمر الشاحنات المحملة سواء بالوقود أو بالمساعدات التي تم يعني تخزينها في مطار العريش، تنتقل عبر هذا الطريق الرئيسي في مدينة العريش إلى المخازن التابعة للهلال الأحمر، إضافة أيضا إلى كل الشاحنات التي تأتي عبر أنفاق تحيا مصر ويقوم بتدشينها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في القاهرة، والتي تعبر عن كافة محافظات جمهورية مصر العربية والتي تساعد بقوة في دعم قطاع غزة. يمكن المساعدات المصرية تجاوزت 20,000 طن من المساعدات. الشاحنات ما زالت تقف في اصطفاف كامل يمتد لعدد من الكيلومترات من أمام معبر رفح حتى منطقة وسطى قبل الشيخ زويد بقليل، إضافة أيضا إلى انتظار عدد آخر من الشاحنات أمام الصالة المغطاة في مدينة العريش. يمكن حراك على أعلى مستوى لاستغلال 3 أيام الهدنة بإدخال المزيد من المساعدات. نتوقع دخول ما يقرب من 237 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وبعض المعدات إلى معبر رفح اليوم، وتسليم أكبر قدر منها إلى الجانب الفلسطيني. نعم حمادة، هل أصبح دخول المساعدات والشاحنات المحملة بالمساعدات إلى رفح عبر معبر رفح أصبح أكثر سهولة خلال فترة الهدنة؟ ماذا أيضا عن المساعدات الخاصة بالأغطية، خاصة وأن عدد كبير من النازحين في العراء الآن وهناك برودة في الطقس؟ بالفعل مع سريان الهدنة ووجود شرط بأن يتم إدخال 200 شاحنة يوميا، خففت الجهات الإسرائيلية من عمليات التفتيش التي تتم في معبر العوجة، وأكدت يعني من خلال الوساطة المصرية القطرية التزامها ببنود تنفيذ هذه الاتفاقية. يضاف أيضا إلى ذلك سهولة ودفع لعدد كبير من الشاحنات الجاهزة من الجانب المصري بصفة مستمرة منذ الصباح، ولا يتوقف المعبر عن استلام الشاحنات، والشاحنات التي تفرغ حمولتها تخرج من المعبر وتتجه إلى المخازن لتحميلها مرة أخرى على الفور. أيضا فيما يخص الجزء الخاص بالمساعدات هي مستمرة للغاية، والجزء المتبقي هي عرقلة قوات الاحتلال لدخول المساعدات. هذه العرقلة كانت بالأمس في صفقة تبادل الأسرى، وكان هناك بعض التحذيرات عن وجود قوافل تتجه من جنوب غزة إلى الشمال. المقاومة والهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن هناك أهالي غزة موجودين في الشمال ولا بد من إرسال المساعدات إليهم. تم تسيير قافلة بالأمس تحوي على 61 شاحنة وبالفعل وصلت، وكان هناك بعض الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق النار، إلا أن القافلة بقيت هناك وتم تسليمها إلى أهالي قطاع غزة في الشمال. واليوم هناك قافلة أخرى تخرج من قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال تحوي على ما يقرب من 50 شاحنة محملة بالمواد الغذائية محملة بالمستلزمات الطبية. فيما يخص الشتاء والأجواء الخاصة بالنازحين وتهدم عدد كبير من المنازل في قطاع غزة، فقد لاحظنا وجود عدد من المساعدات يحوي على الخيام، على البطاطين، على بعض المراتب الخاصة بالأسرة، وعدد كبير من تلك الشاحنة تدخل الآن بكثافة أكثر مما مضى، خاصة ونحن مقبلين على أجواء شتوية للغاية، وهي تسبب بعض الأمراض للأطفال خاصة والمناعات القليلة، مع تردي الأوضاع الصحية أيضا من تطعيمات، من نقص لبن الأطفال، من نقص الأدوية الخاصة بتطعيم الأطفال،
واحتياجاتهم الأساسية. فربما تحتاج الهدنة كما يقال حاليا إلى تمديد ليوم أو أكثر حتى يتم تفعيل كل البنود الإنسانية التي وضعت في الاتفاق والتي شملها القانون الدولي لإغاثة أهالينا في قطاع غزة. شكرا لك على كل هذه المعلومات حمد العربي مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من العريش. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، 5 منهم خلال توغل لقوات الاحتلال في مدينة جنين. وأكدت مصادر طبية أن 15 شخصا أصيبوا بجروح خلال عملية التوغل التي تخللها قصف من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف مخيم جنين للاجئين. كما أعلنت الوزارة استشهاد شاب في مدينة البيرة قرب مدينة رام الله وسط الضفة. كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية يتمى جنوب نابلس. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس افتتاح 5 أفرع تابعة لصيدليات إسعاف 24 وذلك بعد تطويرها. وفي اجتماع آخر تابع رئيس الوزراء مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 المقرر انعقاده بالإمارات المتحدة. هذا ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماع بإعداد خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عبر تقنية الفيديو كونفرنس شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح 5 فروع تابعة لصيدليات إسعاف 24 بعد تطويرها، موجها بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم هذا النموذج بمختلف المحافظات. كما شاهد الدكتور مدبولي فيديو حول خطة تطوير صيدليات الإسعاف والتي تعد جزءا أساسيا من البنية الأساسية الصحية بمصر، ويبلغ عدد المرضى المتردد مترددين عليها نحو 500,000 مريض سنويا، بما يمثل تحدي مستمرا لضمان تلبية احتياجاتهم بفعالية. لذا تم التطوير الشامل لصيدليات الإسعاف تماشيا مع رؤية الدولة ودعما للقطاع الصحي ولتعزيز توفير الدواء بشكل آمن. وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير بافتتاح الصيدليات 5، وتم تعديل الاسم ليصبح إسعاف 24 لكونها تخدم المرضى على مدار 24 ساعة وخلال الأعياد والإجازات الرسمية. وتم تحديث خدمة الانتظار بشكل يليق بالمرضى المترددين على الصيدلية وتفعيل خدمة التواصل عبر الرقم المختصر 166682 للإجابة على استفسارات المواطنين. بينما تستهدف المرحلة الثانية للخطة المزمع الانتهاء منها في غضون سنة التوسع في نموذج إسعاف 24 جغرافيا بمعدل صيدلية بكل محافظة. ولمتابعة مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على أجندة المؤتمر وما تتضمنه من فعاليات تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بملف تغير المناخ. وستشهد الجلسات تسليم مصر لرئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات، واستعرادا لقصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات. واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تم إطلاق المرحلة الثانية منها، مشيرة كذلك إلى مبادرة لجنة الشباب والمناخ أحد المبادرات التي تستهدف دعم الشباب والاستماع إلى آرائهم في قضايا تغير المناخ. وفي اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الأعمال للمشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات التي تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بإجمالي 23 مستشفى و 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة و 300
176 نقطة إسعاف في مختلف محافظات الجمهورية. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن تكون هناك خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها، وبضرورة تحديد الأولويات بما يتسق مع خطة الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل، والاعتماد على المكون المحلي في التنفيذ. وتنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وجه الدكتور مدبولي بعرض الحوافز الخاصة والإضافية وما تتضمنه من معايير على مجلس الوزراء في ضوء توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لزيادة نسب مساهمته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية. ولاستعراض أولويات العمل بمشروعات وزارة الصحة خلال عام 2023-2024 والخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع الصحي، جاء اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزيري الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وعدد من المسؤولين، حيث أشار السعيد إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية وميكنة الخدمات في القطاع الطبي والتوسع في إتمام المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، موضحة أن العام الحالي شهد الانتهاء من 26 مستشفى ودخولها الخدمة. إيمان التوني، التلفزيون المصري. ينهي المرشحون الأربعة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة حملاتهم الانتخابية خارج البلاد بعد غد الثلاثاء، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي يومي 29 و30 من نوفمبر الجاري استعدادا لانتخابات المصريين بالخارج في الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل داخل مقر البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، حيث تجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقراتها وعناوينها. Thank you very much for your input and we will meet next week to review the results. Any questions? Okay, thank you. صحيح يا مي، نازلة الانتخابات؟ لا معرفش، دي أول انتخابات ليا بره مصر فمعرفش أروح فين أو أعمل إيه. الموضوع سهل جدا، هقولك. الانتخابات بتبقى 3 أيام من 9 الصبح ل 9 بالليل. بتروح السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة اللي أنت فيها، ويكون معاكي بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية. أول ما توصلي رئيس اللجنة بيتأكد من بياناتك، بعدها هتمضي قدام اسمك وتستلمي ورقة التصويت، تروحي بيها للمكان المخصص للانتخاب، تعلمي على المرشح اللي اخترتيه وبتطبقي الورقة وتحطيها في الصندوق. هتروحي خلاص؟ طبعا هروح. الانتخاب حق من حقوقك، بيكفله الدستور ويحميه القانون. أدي واجبك، احمي بلدك. الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك، صوتك هيوصل. أعلن منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج نصر مطر أنه اليوم يشهد انعقاد 5 مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في كل من النمسا وروما وميلانو والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا. وأكد مطر الفترة الحالية من عمر الحملات الانتخابية لمرشح الرئاسة في الخارج تشهد زخما كبيرا قبل فترة الصمت الانتخابي المقرر بدايتها يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري. هذا وقد نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا بمحافظة السويس لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد الحضور على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري والوقوف خلف المرشح الرئاسي لاستكمال مسيرة الإنجازات. بحضور كبير لقيادات حزب حماة الوطن بمحافظة السويس أقيم مؤتمر جماهيري حاشد ضم الآلاف من أبناء المحافظة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة. ملحمة النهاردة والكم اللي كان موجود كان بالنسبة لنا مفاجأة، بس ده في الأول وفي الآخر مش بعيد عن شعب السويس. فالنهاردة الرسالة اللي كان شعب السويس عايز يوصلها للقيادة السياسية، احنا النهاردة جايين نقول للرئيس في الاستحقاق الانتخابي
احنا وراك وفي دعمك وبنساندك وبنقول لك ان احنا مكملين معاك المشوار ومكملين معاك المسيرة في التقدم والتنمية والعمران ان شاء الله. احنا النهاردة الاحساس بالامن ده نعمة كبيرة جدا، كنا مفتقدينها في لحظة من اللحظات، كان كل واحد خايف على بيته وعلى عرضه وعلى ماله وعلى كل حاجة. النهاردة استعاد الامن قوته بشكل كبير جدا. الامن ثم الامن يولد، والامن والديمقراطيه يولدوا استثمار حقيقي ومناخ كاذب للاستثمار في هذه المرحله. املنا في ربنا كبير ان شاء الله، بنقول له كمل يا ريس واحنا معاك باذن الله ان شاء الله نعبر بمصر بره الامان. فخامه الرئيس في الوقت الحالي هو افضل واحد يستكمل الجزائر، افضل واحد عمل في فتره زمنيه بسيطه جدا اللي ما انجزش في سنين كتير. بالنسبة لنا احنا في السويس حسينا بالموضوع في رفع كفاءة أماكن كتيرة جدا، اتحطينا على خريطة المشروعات العملاقة أخيرا، بقالنا فترة كبيرة جدا ما فيش الكلام ده. لازم إن شاء الله نأيد نفسنا مش نأيد فخامة الرئيس عشان نستكمل الإنجازات بإذن الله. أقول للريس معاك يا ريس ووراك يا ريس، سيدات مصر قبل رجالها، بنحييك وبنقول لك ربنا يقويك علينا وعلى مصر، مرحلة وهتعدي ومصر هتبقى أم الدنيا زي ما وعدتنا إن هي أم الدنيا، وتحيا مصر ويحيا جيش مصر اللي هو في رباط إلى يوم القيامة. بنأيد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لفترة الرئاسة القادمة إتماما للإنجازات التي قام بها في الدولة. كل تلك الحشود الحاضرة في المؤتمر من كل الأعمار والفئات جاءت آملة بمزيد من الإنجازات خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولهذا يستمر حزب حماة الوطن في فعالياته في كافة المحافظات تأييدا ومساندة لاستكمال مسيرة التنمية. نظم اتحاد النقابات العمالية في محافظة الشرقية مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة الغربية دعما للمرشح الرئاسي السيسي. كما نظمت حملة المرشح الرئاسي السيسي بمحافظة دمياط أول مؤتمر جماهيري لها لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح. دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وحثا للمواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، نظم اتحاد النقابات العمالية بمحافظة الشرقية مؤتمرا حاشدا بمشاركة رؤساء اللجان النقابية والكوادر العمالية، أعلن فيه الحضور وقوفهم خلف السيسي في الماراثون الانتخابي لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات. كلنا عارفين الدور اللي قام بيه السيد رئيس الجمهورية خلال مرحلة طويلة، يعني احنا عرفناه قبل ما يبقى رئيس، عرفناه وهو رئيس، عشنا معاه فترة كبيرة يعني 10 سنين او 9 سنين، شايفين كتير من اللي تقدم للبلد بشكل كبير، شايفين المدن الصناعية اللي بتبني جديد، شايفين الاسكان اللي بيبني جديد، شايفين الموانئ بتتطور، شايفين الطرق بتتطور، فاحنا اكبر ناس شايفين كل الكلام ده. احنا لو قعدنا نعد على الحاجات اللي عملها ست رئيس هناخد وقت كبير. الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا شفنا فيه الامن والامان، شفنا فيه القوة، شفنا فيه الحماية للشعب المصري وايضا شعوب بالدول العربية كلها. احنا لما قلنا عبد الفتاح السيسي في الدورة الاولانية كانت مصر مهلهلة، مفيش طرق، مفيش بنية تحتية، مفيش اقتصاد، مفيش حاجة مركونين عليها، فلما جه عبد الفتاح السيسي حط خطة اقتصادية. هذا المؤتمر الحاشد الذي نظمه بمحافظة الغربية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني فجاء لدعم السيسي أيضا لتولي فترة رئاسية جديدة في الاستحقاق الانتخابي القادم لاستكمال ما بدأه من مشروعات في مجالات التعليم والطرق والصناعة والطاقة والصحة والبنية التحتية. لما بنقول نازل نشارك كمجتمع مدني بنقول مش عشان حاجة، لا، عشان بلدنا، عشان مصر، لازم كلنا ننزل عشان مصر. وفي محافظة دمياط نظمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المؤتمر الأول لها في المحافظة
لطرح البرنامج الانتخابي للمرشح. المؤتمر الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا دعت خلاله حملة السيسي جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات. حراك سياسي تشهده مصر حاليا في المحافظات المختلفة استعدادا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، انتخابات يثبت فيها المصريون إيجابيتهم وحرصهم على المشاركة في بناء المستقبل. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. وضمن مؤتمراته الانتخابية في عدد من محافظات الجمهورية والقطاعات الجغرافية المختلفة، عقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، استعرض خلاله ملامح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن مجموعة من القرارات الأولية بينها قصر ملكية أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى. تواصل جديد للمرشح الرئاسي فريد زهران مع المواطنين بمحافظة الجيزة مركز أطفيح قرية صول من خلال حملته الانتخابية لاستعراض برنامجه الانتخابي وأفكاره في القضايا المختلفة، حيث ثمن المرشح الرئاسي دور الوساطة المصرية في التوصل لهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. أي تحقيق لهدنة في اللحظة الراهنة هو أمر لصالح الشعب الفلسطيني، وأرجو أن ننتهي من هذه الهدنة إلى هدنة جديدة وإلى هدنة ثالثة في طريقنا إلى ترابيزة مفاوضات وتفعيل حل الدولتين. وأنا أعتقد أن على الرغم من التضحيات الجسيمة اللي قدمها الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الوحشي الإسرائيلي، إلا أنه في النهاية هذه التضحيات لم تضيع يعني سدى، لأنه في النهاية الرأي العام العالمي بيتغير وبيزداد التعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي جدا ويمكن البناء عليه. القائمون على الحملة الانتخابية للمرشح قالوا إن مصر تحتاج إلى تغيير رؤية وترتيب أولويات بناء على احتياجات المواطنين. نقول للناس إن إحنا عايزين نغير مش أشخاص، إنما إحنا عايزين نغير نظام، عايزين نغير فكرة، عايزين نغير الناس بتحكم برؤية معينة لرؤية مختلفة إحنا بنتبناها وبنشرحها بشكل واضح جدا في البرنامج بتاعنا. بنقول إن إحنا لازم نعيد ترتيب الأولويات بتاعتنا. بنهتم دايما قضايا المواطنة وقضايا العمال وأصحاب التأمينات والمعاشات. عندنا في البرنامج اهتمام كبير بعمال مصر والصناعة ومشروعات صغيرة والمشروعات متناهية الصغر. ويعد المؤتمر واحدا من المؤتمرات الانتخابية للحملة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تحرص الحملة على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والنقاش معهم حول الحلول المطروحة لها في البرنامج الانتخابي للمرشح. وتستمر المؤتمرات الشعبية للمرشح الرئاسي فريد زهران سعيا للتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، بينما تشدد حملته الانتخابية على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. أسماء حسن، التلفزيون المصري. وفي محافظة الغربية عقد حزب الوفد المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، الذي استضافته جامعة طنطا بحضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا. محافظة الغربية كانت المحطة الثالثة في محطات قطار الحملات الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. المرشح الوفدي بدأ باستعراض رؤيته لأهم المشاكل التي يرى أن حلها يحل الكثير من الأزمات في مصر، خاصة الاقتصادية منها. ومن أجل ذلك وضعت برنامجاً استعرضت فيه المشاكل ووضعت لكل مشكلة حل، واستعنت في المشاكل التي نعاني منها خاصة المشكلة الاقتصادية بنخبة من الاقتصاديين. القضايا التشريعية أيضا كانت محل اهتمام المرشح الرئاسي، موضحا رؤيته ورأيه في مجلس الشيوخ. عندما أضفنا البند السابع في الدستور وأضفنا مجلس الشيوخ، هذا اتجاه محمود، ولكن وضعنا فصل سابع لمجلس الشيوخ منزوعا عنه الاختصاصات التشريعية. يمامة أفرد للقضية الفلسطينية مساحة كبيرة خلال عرضه لرؤيته السياسية أمام أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية. نعم، نحن مع الحل السلمي، ولكن لا أن يفرض علي
ولكن أن يشارك في هذا الحل لمسألة أساسية. لن يدوم سلام بدون مشاركة الفلسطينيين في اختيار مصيرهم والشكل القانوني لدولتهم. سد النهضة كان من أهم القضايا التي ناقشها المرشح الرئاسي الوفدي وأعطى فيها رؤيته لحلها. والحل فيها هو الانسحاب من إعلان المبادئ، لأنه انتقص من حقوق مصر في أن تلجأ إلى سوء الوسائل السلمية لحل المنازعات، وهي الوساطة والتوفيق والتحكيم. إذن ببرنامج طموح يسعى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة لوضع حزب الوفد على قمة الهرم السياسي في مصر، فهل ينجح في إقناع الناخب المصري بالفكر الليبرالي الوفدي خلال الفترة القادمة؟ أحمد هندي، التلفزيون المصري. على جانب آخر، نشرت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، نشرت جانبا من برنامجه الانتخابي، حيث أشار حازم عمر إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية والتأمينات وتوفير برامج حماية شاملة ضد التأثيرات السلبية للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعم شبكات حماية اجتماعية تستهدف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية وكبار السن والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودعم منظمات المجتمع المدني والأهلية. وفيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم، يركز برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر على زيادة الموارد المطلوبة لتطوير العملية التعليمية وترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد لتطوير التعليم مع تحفيز الاستثمارات في مجال التعليم وتشجيع المعلمين وتحسين أوضاعهم والارتقاء بجودة العملية التعليمية وتطوير المناهج. وفي مجال الصحة، ترتكز رؤية برنامج المرشح الرئاسي على إيجاد منظومة حوكمة لتحقيق العدالة في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع قاعدة منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية الطبية والاهتمام بالكوادر البشرية والاستفادة من قدراتها مع تشجيع المكون المحلي من الصناعات الدوائية. استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ عمليات مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني. استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني بإجمالي 16 مرحلة، وذلك خلال الفترة من 9 إبريل 2023 وحتى 23 نوفمبر 2023. وقد أسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير 439 مزرعة لنباتات مخدرة بإجمالي مساحة 313 فدانا، تنقسم إلى 300 فدان لنبات الخشخاش المخدر، وعشرة أفدنة لنبات الهيدرو المخدر، وثلاثة أفدنة لنبات البنجو المخدر. حرق وتدمير 44 طن و774 كيلوغرام مواد مخدرة، تنقسم إلى 35 طن بانجو و4330 كيلوغرام بذور بانجو و3515 كيلوغرام بذور خشخاش و200 كيلوغرام هايدرو و900 كيلوغرام بودرة حشيش و629 كيلوغرام حشيش و200 كيلوغرام أفيون
كما تم ضبط 16 متهما وتدمير البنية التحتية للذراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير 14 مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر وعشرة مكابس وثماني مفرمة حشيش. ضبط وتدمير 201 حوض مياه بمساحة من 20 إلى 30 مترا مكعبا و52 ماكينة مياه و83 ألف متر خراطيم مياه وستة مولدات كهرباء و50 لوح طاقة شمسية. كما تم ضبط 9 عربات نقل وثلاث دراجات نارية و14 خزنة ذخيرة و492 ذخيرة أنواع. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. نهاية الخامسة وهذا تذكير بأهم العناوين. مصر تؤكد أن الهدنة الإنسانية في غزة سارية لليوم الثالث دون عوائق بفضل جهود مكثفة بالتعاون مع قطر، وتعلن تسلم قائمة ب13 إسرائيليا و39 فلسطينيا من المقرر تبادلهم اليوم. مدبولي يشهد عبر الفيديو كونفرنس افتتاح 5 أفرع لصيدليات إسعاف 24 بعد تطويرها، ويوجه بسرعة تحديد المواقع المناسبة لتعميم نموذج هذه الصيدليات بجميع المحافظات. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر ماسبيرو.eg. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.